السلام عليكم دزير بوي بيجي رياكشن. رجعناكم ولاد برياكسيون جديدة كالعادة والعوايد من سيري اي ال اي المتواصلة الولاد اي ال اي ليفل 10. فهمتني ولا سيري اخترتوها انتوما وتيتر اخترتوه انتوما كليب اوفيسيال. تيتر ماهوش قديم برشا الولاد عنده 3 سنين اما الولاد هاو كرياكتيت عليه مرة هذه خاطركم انتوما اخترتوها اما مرة جاية الولاد ماذا بيكم مازلتوا ترجعوا لنا التالي خاطر مازالوا فما برشا تيتروات التالي فهمتني ولا دونك ودونا بتيتروات نتاع التالي الولاد فهمت كيفاش. إذا ما يمنعش ليتس جو نشوف شنو هي الفوضى مع بعضنا نفهموا العملية. كليب اوفيسيال الولاد عملت له 23 مليون فيو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حاجة مش سهلة إنك تعملها وأنت من تونس خريج تونس صنعتك في تونس خدمتك حياتك الكل في تونس حاجة مش سهلة جملة خاطر تونس ماهيش باش تعاونك باش توصل دونك هذا الكل بذراع وحرفيا. دونك الولاد ليتس جو نشوفوا شنو هي الفوضى مع بعضنا يلا سينو الولاد ديزولي خاطر قلت لكم فهمتني ولا الخدمه باش تهبط غدوه فهمت كيفاش خاطر الكونيكسيون لقيت حل باش نرجعها فهمتني ولا صبيت ورصت لي بارتاجي فهمتني ولا اما راني نخدم فهمت حسيت ادرك كيفاه مانيش باش نخدم نهار مانيش باش نهبط مش هي فهمت مش هي صح ما نخليكمش بلاش بيجي رياكشن نعرفكم توحشوني ليتس جو ليت رفلوه رفلوه دار فيه الولاد الكليب كلي انترست تاع الاخر كلي كليب كليب فهمت كيف ما نعرف انا يعني ها معقول 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 فلاش باك قبل ما يتشدوا شنو صار شبابة 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 يعجبوني الولاد الكليبات السينيماتيك راه تعجبني على الاخر بالرسمي خاطر هذه باز فيها مخرج فيها يعني اللي كاتب الفازة هذيك وباز الفكرة جاية من عندها عليه ما لازمها يعني فهمت صقل كيف ما نقوله للمهنة فهمت كيفاش يو علي يسرق اي بنادم شراني هكا الشارع قراني عنده الحق عنده الحق عنده الحق من لا وشجع على السرقه ما عنده الحق ملا كانت مرسيدس يا نص مر لمعاني بمخي حد ما وراني مانيش نخاني ومانيش روحي رامي في صوت القاني كيف حالها تقطاني اي بنادم شراني هكا الشارع قراني نص مر لمعاني بمخي حد ما وراني نص مر لمعاني بمخي حد ما وراني مانيش نخاني ومانيش روحي رامي في صوت القاني كيف حالها تقطاني يا سامحني يا امي خلط حلالي وحرامي تبعت غرامي وما وليتش محامي تبعت غرامي وما وليتش محامي حششتي وجرامي رابيت وجبت جرامي حششتي وجرامي اللي نكلتها في عظامي يا معايا لي شو قولك في كعبة البوشتة انتي مشتة متاع واحد بتحكمة عربي صاحبي مشتة متاع واحد يا بتك فهمتني وليه يخضرك من ذا اسمعي اسمعي كتب دابا محطوط في مواقف هكايا ماذا بيك ديما لصق للحيط ديما 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 لصق للحيط ريت يبدأ وزوز مع واحد حتى كنت تحت تخلط باش تقوم فهمت لما زوز ثلاثة باش تكتلوا فيك كان تحت سايا مشيت فهمت يديش بيننا يدي العنف ليه الوليد العنف ليه ما تبعوش عليه في الحاجة ذي العنف ليه ليه للعنف شبيك الوليد فوضى في وسط اللوكال سواقر كبار ادخل الزات لليقال كرهنا الليتا والحلمة في دالوكا بجنبي كرانا ليتا والحلمة في فيدا لوكال وليد ليتا معناها الدولة ايش قولك انت والله نتذكرك كيف ما عندي تو اقسم بالله يا الوليد تعلمتها في النفهيمة اني متاعي ليتا اللي هي الدولة في بالي ايتا معناها حالة يختلع عزوز فهمت فهمت وحبيت فسر كبار وسلعة في وسط الميقان نحبوا الانتاج نحبوا فلوس وسيكان نحبوا الانتاج نحبوا فلوس وسيكان حقك معاك برو معاك نحبوا تفرهيد ونحبوا نصيفوا في كان يحبوك محتاج وديما واقف في بان يحبوك محتاج وديما واقف في بان افيكتيفمون افيكتيفمون نحبوا كلمي تتلوج على الشيطان ماني قلتلك عيشة تونس صفقة خاسرة صاحبي قلتلك عيشة تونس صفقة خاسرة قالك قالك صاحبي صاحبي قلتلك هما اللي زادونا الغاسرة صحيح مركة حتى كثرة المحاسرة يا قولي شي تحبوني ناتلا جيت من حومة الناس الكلها تبيع في الزاتلة شخونا لحكاية الشرة نحن شخونا ما عادش تشرب ولاد حومتك شخونا ما عادش تشرب ولاد حومتك هكاكا اه ثاني مرة تقول لحظة عليك صاحبي ثاني مرة نعرف اللي انت ترابي ونعرف اللي انت يعني عايش اللحظة فهمتني ولا
اما اذا ما يمنعش ساعه جاي من حومه كلها تبيع في الزطله شبيك ساعه صلي على النبي صلي على النبي. يا كازابلانكا كازابلانكا كلها سميهم وين يبلعوا سميهم وين يبلعوا تجيبوا خير ما ينقرب يا باتلا ندم شراني هكا الشارع قراني نصمر لمعاني بمخي حد ما وراني مانيش نخاني ومانيش روحي رامي بيسو تلقاني كي طحنا تلقاني سينا الولاد نفدلك الولاد راني نفدلك ما تاخذونيش بالجد رانا نفادلك الاولويات لاني رانا باش نفادلك وباش نعملوا الجو العباد اللي تفرج جدد رانا نفادلك هكا 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 نعيشوا الاولويات تفادليك لومبيونس الجو فهمتني ولا وبقلاليها فهمت كيفاش صاحبي صحيح سامحني يامي خلط حلالي وحرامي تبعت غرامي وما وليتش محامي حشيشتي وجرامي ربيت وجبت جرامي حشيشتي وجرامي اللي نكلتها في عظامي كم شجرودة في الحكومة وحنوشة تترصد ريبريزنتي ناس الحومة والناس اللي تلزد قدوة تقدر المعلومة كي تفهم القصد قدوة تقدر المعلومة كي تفهم القصد صح تيفيك نقول لك هصل مش في الناس مفسد من صغرى كبرنا في حرب نموت تيفيك نقول لك هصل مش من صغرى في الناس مفسد اي بابا هاو علاش نحترمك انا هاو علاش نريسبكتيك انا خاطرك بالرسمي انت كي نسمعك راك تموتيفيني انا وتموتيفيني وتخليني لازم ديما راني نحقق حلمتي ونجري في جرتها فهمتني ولا لين نعبي كساك والمكتوب والدار والبنكه ونعبي كل شيء فهمت كيفاش فهمت كيفاش صاحبي وموتك مي في الافغان مش فخرا نموتوا بالضرب ولا يقولوا جبد اللحام سمينا في عمر الوردك متزطل قبل الدخان حتى كان نفسك البرد الزهروني نوجات وسخان حتى كان نفسك البرد الزهروني وموجات وسخان الاولاد هاو علاش نقول لكم من قبل راهي مش سهلة انك تكبر وتولي فيموس وتولي رابور معروف محسوب في عالم اجمع برشا عباد تعرفه حتى من برا فهمتني ولا وفوق هذا الكل مازلت تستعرف بحومتك وتحب حومتك فهمتني ولا وتشكر في حومتك ماهوش الولاد مزية هو واجب اما للاسف الشديد في وقتنا هذا برشا حوم ماهيش في السيبورتيك خاطر كل شيء ولا حقد ولا حسد تبدا تعيش في حومة ويعرفوك اللي انت تعمل في حاجة ماكش تعمل كيفهم يحبوك يا تسكر معاهم يا تزطل معاهم يا تبيع في الدواء يا تشد في الربطيات هكاك يحترموك مش يلقاوك شيخك طريقك حدك حد روحك فهمتني ولا وتخدم على روحك وتلوش كان على الفلوس وعلى مستقبلك مكثريتهم مكثريتهم الاولاد راهم مش يحقدوك تو سامبلومون مش يحسدوك صاحبي وش يمشيو فيك في ظهرك بيان سور ما في وجهك اي ولد حومتي صاحبي منش بيك الفازة كيفاش الوليد بلا شهرية وعشنا نشيخ أكثر من الغونيا الأكثرية تحب فلوس قبل البونيا في سهرية تحلت 14 مبونيا تلوم عليا مو من مشاكل الدون في سهرية تحلت 14 مبونيا ذيك خطر أنا غادي ديزولي الأولاد فهمتني وليك اللي ضربتهم وطيحتهم كاو ديزولي راه مش مونيا شبيك عليا صبر روحك دوز امونياك شوف البنية تحكي لك انا شكونيا بلاصة ذايا قعدت عندك انت يومنيا براني مش نسابق في الحصونيا يا عايش نكذب وناسي فك مولو نعمل كان اللي في راسي فك مولو نعمل كان اللي في راسي القاعدة هذه لازمك تعيش بها بوان على ليني اول قاعدة في حياتك فك مول ما يهمك في حد ما يهمك في قرار حد وما يهمك في رأي حد اعمل كان في راسك سي يا ما نسيتش امي شتواسي فك الحرام عرفت ثنية وين تراسي ندم شراني هكا الشارع قراني فك الحرام عرفت ثنية وين توصلني هاكا وصل لك معلومة راني ما نشجعكش على الحرام صح نصمر لمعاني بمخي حد ما وراني مانيش نخاني ومانيش روحي رامي بيسو تلقاني كي طحنا تختاني يا سامحني يامي خلط حلالي وحرامي تبعت غرامي وما وليتش محامي حشيشتي وجرامي ربيت وجبت جرامي حشيشتي وجرامي اللي نكلتها في عظامي زدموا عليهم زدموا عليهم شروا بيهم زدموا عليهم فكوا لهم الكرهبة فهمتني ولا مش يعدي وربطية كيف ما نعرف انا في مرسيدس خاطرها كان جيت كاتريل طب يعطيهم 10000 خلوا برا واحد فهمت كيفاش صحايبي 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 شفت الشران شي يعمل الاولاد شفت الطحين شي يعمل شفت الصبابة شي يعمل مازالوا موجودين الاولاد كثروا اكثر قولها لك في وجهك وما يقلقوش فهمت فازا كيفاش الاولاد فهمت راني هكا الشارع قراني نصمر لمعاني بمخي حد ما وراني مانيش نخاني ومانيش روحي رامي بيسو تلقاني كي طحنا تختاني بيسو تلقاني كي طحنا تختارني عندك الحق وانا معاك صح وراك اللي شدوهم هذوك ما راهم موش حاكم يا ودي يهديكم ربي باش تفهموا العمليه سينو هكا نكونوا كملنا اي ليفل 10 فهمتني ولا
الاولاد كالعاده والعواد ما هيش جايبت لك 23 مليون في بالسهل، فهمتني ولا فرض الوقت اي ال اي يقعد الى اي ال اي وباش يكبر وباش يقعد اي ال اي انسان هاسلر الاولاد يلوج كان على مستقبله، ما يخلي حتى كلمه خايبه ما يخليش الهيترز تاثر فيه. تنجم تختاروا قدوه فيش، تختاروا قدوه في الباركور اللي عملوا في حياته، خاطر الانسان هذاك بدا من الصفر، ما تنجمش تنكر الحاجه هذه. انسان هذاك بدا من الصفر، مش دوب ما بدا يضرب هيتك او بدا يدخل في الفلوس جاو بيه وقعد معروف، لكن لا عمل برشا تترويات، ما ضربش بشويه بشويه حتى كي بدا مع الكاسترو يضربوا ديقة ديقة، فهمتني ولا لين بعديك خرج سولو وزاد ترشق اكثر واكثر، ولتو مازال مترشق ولتو مازال يخدم والبوماتو تتسمع كومبليتمون. مانيش نحكي من تونس ولا من العالم العربي، برك انسان يخدم على روحه هاسلر صاحبي، حاجه تنجم تاخوها قدوه ليك، فهمتني ولا كوتي باركور كوتي حاجه مهنيه، فهمت كيفاش الاولاد. وتنجم فرد الوقت تقول اللي ما فما حد شيء صعيب وما فما حد شيء امبوسيبل. انسان هذا راهو الاولاد فهمتني ولا كما تعلموش بيهم اكثريتكم تعرفوها، انه خرج تغرب فهمتني ولا وخدم وعدى درا قداش غاديك وفي الاخر روح وكايوها الناس عاود بدا من الصفر كل شيء. فهمت دونك من قبل نقول لكم الاولاد كي تحلم حلمه واصل فيها حتى وكانت بعدك الظروف عليها ما تنساهاش، وديما شد جرتها راك بقدره ربي توصل كان ربي كاتب لك بيان سور. هذا ما يمنعش الاولاد هكا نكونوا كملنا اي لي ليفلتين صاحبي، حاجه مزيانه كليب مزيان كما قلت لكم مخدوم بالقديه، اي لي ما يخيبش وما يخيبش صاحبي، خدمته ديما تخليك فهمتني ولا واحل معاه، تخليك ترسبكتي وتحترمه اكثر واكثر واكثر. فرد الوقت هاي بيك، فرد الوقت وصل لك لغه الكتيبه، مانيش انا باش نقول لي اي لي ما يفدلكش، كلنا نعرفوا لي اي لي ما يفدلكش صاحبي. حاليا مازال ما خيبناش من الاخر الاولاد، حاليا مازال ما خيبناش. ان شاء الله تكون عجبتكم رياكسيون، ان شاء الله تكون عجبتكم خدمتنا، نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. تنسيوش اراكم كومنتاتكم دنيتكم عجبكم سبسكرايب نتاعكم، مرحبا بكم الاولاد في الانستغرام بيجي ماترياكس 22 مينسكيول، ومرحبا بكم سبسكرايب نتاعكم خاصه في اليوتيوب الاولاد والتيك توك بيجي نقطه رياكشن، مرحبا بكم في البلايص الكل، نتقابلوا في اقرب وقت ممكن. بيس اند فاكن لوف.